هنعمل طريقة حلوة قوي لتقشير البيض ان شاء الله في رمضان. تقشره بطريقة سهلة وجميلة قوي. اهيت يعني انا سلقته وحطيته في العلبة. انا سلقته حطيته بقى في العلبة اهو، وهنقفل العلبة وحطيت شوية مية في العلبة، شوية مية هون في العلبة بعد ما سلقته حطيته هنا، وقلنا ان ايه نقشره مع بعض وان ايه بالشكل ده. قلنا نعمله كده بالشكل ده اهو، قلت اعمله واوريه لكم بالشكل ده اهو. هيتقشر بطريقة في ثواني اهو. ايه رأيكم في الجمال ده؟ كل البيض بالشكل ده. لو هحط 20 بيضة هتقشريهم بالمنظر الجميل ده. ايه رأيكم بقى؟ حلوة وجميلة وسهلة اهو. قلنا بقى كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان، اهي بايد واحدة بقشرها اهي حتى وماسكه بالكاميرا. ايه رأيكم بقى؟ قلت اهو ايه، طالما حاجة عارفاها لازم اوريها لكم. كل سنة وانتم طيبين. شكرا. وبرده اهي كمان اهي، مجرد ان انتي تبيها كده في قلب العلبة شوية مية وهتقشر في ثواني. على فكرة والله مقشرهم بيد واحدة كله اهو بالشكل ده اهو، في ثواني تقشروا اهو. طبعا البني دي بتبقى شاية تخينة شوية، والتانية بتقشر في ثواني، كله تقشر اهو بالشكل ده. قلت حلوة في رمضان لو ما هتسلقي 20 بيضة بالشكل ده هيتقشروا بالطريقة الحلوة دي. شكرا. اهو بالشكل ده قشرناه في ثواني ثواني. كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان. لو 20 بيضة هتقشريهم في ثانية في ثانية. شكرا.